الاكسبيرمنت بتاعت السوليبيليتي دي هدفها ايه يا اولاد؟ هدفها investigating the solubility of a solid in water. يبقى هنا investigating the solubility of a solid in water. احنا عاوزين investigate the solubility بتاع البوتاسيوم نيتريت عند 40 degree. يبقى ده هدف الاكسبيرمنت. Investigating أو measuring, خليها measuring the solubility of potassium nitrate at 40 degree. Measuring the solubility of potassium nitrate at 40 degree Celsius. طيب اسمع بقى مني كويس قوي وركز في الدروينج اللي على السكرين. حضرتك أول حاجة شايف الـ evaporating basin اللي على اليمين ده اللي أنا شورت لك عليه بالرد ده هتجيبه empty. يبقى تجيب empty evaporating basin وتوزنه. يبقى أول حاجة weigh an empty evaporating basin. يبقى أنا أول حاجة أجيبها evaporating basin أوزنه فاضي من غير أي حاجة فيه. يبقى كده معايا بقى إيه يا أولاد؟ الماس بتاع الـ empty evaporating basin وزنه طلع 25.72 جرامز مكتوبة تحته. يبقى دي أول ستيب تعملها. طيب ارجع بقى معايا لللفت. هتجيب تيوب اللي انا علمت لك عليها دي. التيوب دي تحط فيها شويه ووتر. يبقى هنا pour some water into a boiling tube. تمام؟ وتروح مسخنها slightly above 40 and then heat the tube slightly above 40 degree. يبقى انا اجيب تيوب احط فيها شويه ميه وبعد كده اسخنها لدرجه الحراره تكون معديه ال 40 degree بشويه. ممكن 45 مثلا. بعد كده هتبتدي تعمل ادنج للبوتاسيوم نيتريت اللي انت عاوز تقيس السوليبيليتي بتاعته. يبقى هنا اد بوتاسيوم نيتريت تو ووتر ان ذا بولينج تيوب وتعمل له ستيرنج تقلبه لغايه امتى بالظبط؟ انتل نو مور بوتاسيوم نيتريت ديزولفز. لغايه اما شويه بوتاسيوم نيتريت تلاقيهم تحت كده مش عارفين يدوبوا خالص. يبقى احنا اول حاجه يا جماعه بنجيب empty evaporating basin نوزنه بعد كده نجيب تيوب نحط فيها شويه ووتر ونسخنها لدرجه حراره فوق درجه الحراره اللي انت عاوز تشتغل عندها قياسك للسوليبيليتي. انت عاوز تقيس عند 40 يبقى انا اقيس فوق ال 40 بسنه صغيره. وبعد كده ابتدي احط البوتاسيوم نيتريت السولت بتاعي اللي انا عاوز اقيس السوليبيليتي بتاعته واقعد اقلبه وهو بحطه لغايه اما الاقي ان البوتاسيوم نيتريت اللي انا بضيفه مش راضي يدوب. افهم كده من ايه ان هو مش راضي يدوب؟ ان الميه بقت ساتوريتد خلاص. السوليوشن ده ساتوريتد عند درجه الحراره اللي هي فوق ال 40. اروح شايل التيوب بعد كده يا اولاد من الووتر باث اللي انا حاطه فيه بسخنه واروح عامل له كولينج تو اكزاكتلي 40. يبقى هنا كول تو اكزاكتلي 40 اللي هي درجه الحراره اللي انا عاوز اقيس عندها السوليبيليتي. يبقى انا اول ما بلاقي حضرتك ان البوتاسيوم نيتريت مش عارف يدوب بشيل التيوب واسيبها تبرد. كانت 45 بس بشتغل عند 45 انزل لغايه 40 اللي هي درجه الحراره اللي انا عاوز اقيس عندها السوليبيليتي. اول ما تنزل عند ال 40 ابتدي pour صب منها شويه من السوليوشن في الايفابوريتنج بيزن اللي انت كنت وزنه في الاول. يبقى هنا يا جماعه pour some solution into the pre-weighed evaporating basin لل evaporating basin اللي انت كنت وزنه وتاخد بالك وحضرتك بتنزل solution ما تنزلش solid اللي هو مش دايب. يا جماعة انت لو نزلت solid اللي هو ما كانش دايب فانت لما تيجي تحسب solubility هتلاقي ان solubility عالية لانك already منزل solid ما كانش دايب. يبقى انا بنزل حبه من السوليوشن بس without the solid. يبقى هنا pour some of the solution but take care not to pour any solid. بعد كده باخد الايفابوريتنج بيزن بالكونتنتس بتاعته. ايه هتقول لي ايه الكونتنتس بتاعته؟ الكونتنتس بتاعته اللي هو السولت سوليوشن اللي هو عباره عن بوتاسيوم نيتريت وميه. ما هو السولت سوليوشن ده عباره عن بوتاسيوم نيتريت دايب في ووتر.
يبقى انا باخد الايفابوريتنج بيزن بالسولت سوليوشن اللي جواه اوزنه. وزنه طلع 58، يبقى هنا الماس بتاع الايفابوريتنج بيزن زائد السوليوشن 58. بعد كده بعد ما وزنته ببتدي ابخر الميه اللي فيه، ابخر الووتر اللي فيه، يبقى ايفابوريت الووتر اللي في السوليوشن اللي جوه الايفابوريتنج بيزن، هيت تو ايفابوريت الووتر. وانا بعمل هيتنج لازم يبقى الهيتنج جنتلي، فعشان كده محطوط الايفابوريتنج بيزن على ووتر باث. طب ليه الهيتنج جنتلي؟ عشان تو ميك شور ذات نثينج من السوليوشن سبيتس اوت، تلاقي حضرتك اتنطر في الهواء كده ضاع من السوليوشن. انت عارف هيعمل مشكله ايه لو حصل سبيتنج اوت؟ هتلاقي ان وزن السوليد اللي المفروض حضرتك تقيسه اقل من الاكسبكتد، اقل من اللي انت المفروض كنت تقيسه. يبقى هنا الهيتنج جنتلي تو ميك شور ذات نثينج اوف سوليوشن سبيتس اوت. If something spits out، يعني لو في solution spits out، إيه اللي هيحصل؟ The measured solubility بتاعت البوتاسيوم نيتريت will be less أو lower than expected. بعد ما حضرتك بخرت الووتر كلها، عملت evaporation للووتر completely، هتاخد evaporating basin بالcrystals of potassium nitrate اللي جواه وتوزنه. يبقى هنا يا أولاد ده وزن إيه بالظبط؟ evaporating basin زائد السوليد. السوليد دي اللي هي crystals of potassium nitrate، crystals of potassium nitrate اللي جاي دلوقتي يا ولاد. واضحة الستبس ولا اقولها تاني؟ طيب انا هقولها بسرعة اخر مرة بقى بالترتيب كده. يبقى احنا هنجيب evaporating basin فاضي ونوزنه اللي هي على اليمين خالص، وبعد كده نجيب tube نحط فيه water ونسخنه لدرجة حرارة over 40 اللي احنا عاوزين نقيس عندها solubility، وبعد كده نحط فيها potassium nitrate ونقلبه stir لغاية اما no potassium nitrate dissolves، until no more potassium nitrate dissolves. بعد كده هناخد التيوب نسيبها تبرد لدرجة الحرارة 40، ونصب منها شوية لما توصل لدرجة حرارة 40، نصب منها شوية في evaporating basin اللي احنا كنا وزنينه، بس ناخد بالنا ما نحطش اي solid، الصالد ده مش دايب. بعد كده ناخد evaporating basin بالsalt solution اللي جواها ونوزنها. خد بالك السولت solution يعني ايه؟ يعني potassium nitrate وميه، ونوزنه. بعد كده ناخده نسخنه gently عشان نevaporate الووتر اللي فيها، فيتفضل لي crystals بس. طيب هتسخنه gently ليه؟ عشان to prevent spitting out of solution. طيب سخنته جنتلي وطيرت الووتر كلها، بقى فاضل ايه جوه الايفابوريتنج بيزن؟ البوتاسيوم نيتريت سولت بس، اروح اوزنه. يبقى دي الستبس بتاعتنا يا اولاد، هكتبها لكم زي ما انا كاتبها في النوتس. وي ان امتي ايفابوريتنج بيزن، ادي ستيب نمبر 1، وي ان امتي ايفابوريتنج بيزن، ادي ستيب 1. بعد كده heat a boiling tube of water، يعني سخن تيوب من المية to just above ايه يا ولاد؟ above ال 40، to just above 40 اللي هي ممكن تكون 45. بعد كده هتبتدي تحط في البولينج تيوب البوتاسيوم نيتريت سولت بتاعك، يبقى تالت ستيب add potassium nitrate to الووتر اللي موجوده جوه البولينج تيوب in the tube. لغايه امتى هحط بوتاسيوم نيتريت؟ الاول and stir وقلب until rapidly until no more potassium nitrate dissolves. ودي هتلاحظها بايه يا اولاد؟ انك هتلاقي حبه بوتاسيوم نيتريت في الباطن بتاع التيوب مش راضي يدوب. Step number 4. ممكن نكتب and there is undissolved potassium nitrate left over. يعني في حبة potassium nitrate متسابين في ال bottom of the tube. Step number 4.
هنبتدي نسيب السوليوشن بعد كده يبرد لغايه درجه الحراره 40. يبقى هنا allow the solution to cool down to 40 degrees Celsius. بعد كده هنبتدي نعمل pouring للسوليوشن جوه ال pre-weighed evaporating basin. يبقى هنا pour off some of the solution into the evaporating basin اللي هو pre-weighed evaporating basin. يعني ايه كلمة pre-weighed evaporating basin؟ يعني evaporating basin اللي انت وزنه في الاول. evaporating basin بعد ما حضرتك صبيت شوية منه في pre-weighed evaporating basin هتروح توزنه. يبقى هنا weigh the evaporating basin and contents. contents دي اللي هي ايه يا اولاد؟ محتوياته. محتوياته اللي هي ايه؟ salt solution. ما هي كلمة and contents اللي هو هنا salt solution اللي هو البوتاسيوم نيتريت والمية. طيب بعد ما وزنته هتروح تبتدي تعمل له heating gently عشان تبخر المية. يبقى هنا بعد كده heat step number 7 heat the evaporating basin gently. ليه يا ولاد؟ to evaporate الوتر. طيب خلينا to evaporate all of the water زي النوتس all of the water. طيب لما كل الميه تتبخر ويتبقى لك كريستلز جوه الايفابوريتنج بيزن توقف التسخين وتروح توزن. يبقى هنا when all water is evaporated the evaporating basin is weighed. weigh the evaporating basin and contents. طب ايه محتوياته دلوقتي؟ البوتاسيوم نيتريت كريستلز. يبقى هنا البوتاسيوم نيتريت كريستلز هو ده محتويات الايفابوريتنج بيزن بعد ما حضرتك سخنت. طيب في كده حركه بتتعمل يا اولاد في المعمل مهمه جدا. الحركه دي بتيجي في الامتحانات كتيره عشان هم عارفين ان الطلبه مش بتقف في المعامل فهم مش مدركين قوي. حضرتك ايش عرفك ان انت شلت كل الميه بقى؟ ايه اللي ياكد لك ان انت شلت كل الميه من الكريستلز؟ اللي ياكد لي ان انا اروح يا اولاد اعمل هيتنج تاني وبعد كده اوزن. لو لقيت الوزن ما اتغيرش يبقى الميه كلها اتشالت. الحركه دي اسمها هيتنج تو ا كونستنت ماس. ان انا اوزن لغايه اما الاقي الوزن اسخن لغايه اما الاقي الوزن ثبت. يبقى هنا heat the evaporating basin heat the evaporating basin and contents again تسخنه تاني and then reweigh اوزن كمان مرة. طب ايه السبب؟ this is to make sure that all water has evaporated. this is to make sure that all water has evaporated. والحركة دي اسمها ايه يا ولاد؟ اسمها heating to a constant mass. This is called heating to a constant mass. السؤال هنا ممكن يجي بطريقتين. يا either يقول لك how can the student know that all water has been removed؟ فانت تقول له by heating to a constant mass وتبقى عليها 2 marks. يا اما يقول لك why did the student heat to a constant mass؟ فانت ترد عليه وتقول له to be sure that all water has been removed. يبقى هنا this is to make sure that all water has evaporated and this is called heating to a constant mass. طيب في برضه هنا يا ولاد سؤال. لما جينا نعمل heating للسوليوشن في الايفابوريتنج بيزن هنا كده فاكرين اللي هو ستيب اللي قبل الاخيره تحت هنا قلت لك لازم يكون الهيتنج جنتلي. كان ليه السبب؟ قلنا عشان to prevent spreading out of solution. وبالتالي هنا سؤال يا اولاد why the solution was gently heated.
why the solution was gently heated. انت ليه كنت بتسخن السوليوشن برفق بالراحه كده يعني؟ يبقى هنا to make sure that none of the solution spits out. None of the solution spits out. انا مش عاوز يحصل اي spitting out. طب لو كان حصل spitting out ساعتها كانت الماس بتاع السوليد هيبقى lower than expected. يبقى if some solution did spit out, you would record a mass of solid and solubility, less mass of solid, you would record lower mass of solid. And solubility would appear to be lower than expected. Would appear to be lower than expected. اللي هي expected دي اللي هي يقصد بيها اللي انا كاتبها في النوتس اللي هي الـ actual value. ممكن تكتبها than expected او الـ actual value. طيب احنا كده عملنا كام مره weighing يا اولاد؟ عملنا في الرسمه هنا ثلاث مرات weighing. مره weighing للامتي evaporating basin في البدايه خالص، ومره weighing للبوتاسيوم نيتريت والووتر والايفابوريتنج basin، ومره weighing للبوتاسيوم نيتريت كريستلز والايفابوريتنج basin. يبقى احنا عندنا كام ماس؟ عندنا ثلاثه. يبقى ادي التيبل فيه ثلاثه. التيبل فيه نمبر 1 mass of evaporating basin empty اللي هو 25.72. نمبر 2 عندنا الماس اوف ايفابوريتنج بيزن بلس السوليوشن، والسوليوشن هنا اللي هو انكلودز البوتاسيوم نيتريت كريستلز والووتر. الماس نمبر 3 الماس اوف ايفابوريتنج بيزن بلس دراي كريستلز اللي هو البوتاسيوم نيتريت كريستلز. يبقى انا عندي كام ماس؟ 3. ماس اوف امتي ايفابوريتنج بيزن دي اللي هي الامتي، وماس اوف ايفابوريتنج بيزن بلس سوليوشن، وكلمه سوليوشن يعني بوتاسيوم نيتريت ووتر، والماس اوف بوتاسيوم ايفابوريتنج بيزن بلس بوتاسيوم نيتريت كريستلز. طيب انت عاوز تجيب السوليبيلتي، تجيبها ازاي بقى؟ اول حاجه لازم تجيب وزن البوتاسيوم نيتريت. طب الماس اوف بوتاسيوم نيتريت احسبه ازاي؟ بان انا بسبتراكت الماس اوف ايفابوريتنج بيزن اند كريستلز اللي هي نمبر 3 من الماس اوف امتي ايفابوريتنج بيزن اللي هي نمبر 1 عشان اكنسل وزن الايفابوريتنج بيزن ويفضل لي البوتاسيوم نيتريت. يبقى انا بسبتراكت 3 ماينس 1 اللي هي 38.00 ماينس 25.72. ده هيطلع لي كام يا اولاد؟ هيطلع لي 12.28 جرامز. يبقى انا عشان اجيب وزن البوتاسيوم نيتريت كريستلز اسبتراكت 3 minus 1 اللي هي وزن البوتاسيوم نيتريت بالايفابوريتنج بيزن اللي تحت، minus 1 وزن الايفابوريتنج بيزن فاضي، وده عشان يتكنسل وزن الايفابوريتنج بيزن من الاثنين ويسيب لك بوتاسيوم نيتريت كريستلز. طيب لو عاوز بعد كده اجيب الماس اوف ووتر، ماس اوف ووتر اعملها ازاي دي الماس اوف ووتر يا اولاد؟ هسبتراكت 2 minus 3. 2 اللي هي الماس اوف ايفابوريتنج بيزن بلس بوتاسيوم نيتريت بلس ووتر، اما 3 ماس اوف ايفابوريتنج بيزن بلس بوتاسيوم نيتريت، وده عشان اكنسل وزن الايفابوريتنج بيزن والبوتاسيوم نيتريت فيفضل لي وزن الووتر. يبقى هنا يا اولاد هيبقى 2 ماينس 3 يعني 58 ماينس 38. 58 ماينس 38 تدي كام؟ تدي 20 جرام. يبقى انا جبت دلوقتي وزنين، وزن البوتاسيوم نيتريت ووزن الووتر. طب السوليبيلتي تتحسب ازاي من الرقمين دول؟ عندك طريقتين، يا اما انت هتشتغل كروس مالتيبليكيشن فتقول اذا كان 12.28 جرام بوتاسيوم نيتريت
كان طلع دايب في 20 جرام of water. يبقى what is the mass of potassium nitrate that will dissolve in 100 gram of water؟ شمعنا اخترت ال 100 يا ولاد؟ اخترت ال 100 عشان ده definition بتاع كلمة solubility. ما هو solubility كdefinition it is the maximum mass of solute that dissolves in 100 gram of water. يبقى هنا ولاد الطريقة الأولانية عشان يطلع solubility إن أنا أشتغل cross multiplication فأقول إن 12.28 جرام بوتاسيوم نيتريت اللي هو الرقم ده دايب في 20 جرام of water. يبقى كام جرام من البوتاسيوم نيتريت دايب في 100 جرام of water وcross multiplication. يبقى هنا 12.28 times 100 over 20 فيطلع الانسر 61.4 جرام. 61.4 جرام دي الطريقة الأولانية. الطريقة الثانية ان انا اشتغل برول السوليبيليتي. السوليبيليتي ليه رول بتقول ايه يا ولاد؟ ان السوليبيليتي is equal to mass of solute over mass of solvent times 100. وعوض في القانون. طيب الماس اوف سوليوت اللي هو الماس اوف بوتاسيوم نيتريت، سوليوت ده البوتاسيوم نيتريت والسولفنت دي الووتر. الماس اوف بوتاسيوم نيتريت بكام؟ الماس اوف بوتاسيوم نيتريت يا اولاد ب 12.28 جرام. طب والماس اوف سولفنت اللي هو الووتر بكام؟ ب 20. واعمل ملتبلاينج 100 هيطلع لي السوليبيليتي 61.4 جرام. يبقى السوليبيليتي 61.4 جرام بوتاسيوم نيتريت in 100 جرام of water. نفس الكلام الناحية الثانية يا ولاد، السوليبيليتي 61.4 جرام بوتاسيوم نيتريت in 100 جرام of water. ده كده درس الايه؟ درس السوليبيليتي. دي كانت الاكسبيرمنت اللي فضلنا في الدرس. طيب في عندنا بعد كده حاجة صغيرة اللي هي البيوريتي. في عندنا جزء صغير كده نشرحه اللي هو البيوريتي وبعد كده نحل. بيوريتي انتوا عارفين ان every pure substance سواء كانت element او mixture، انا اسف element او compound، عندها sharp melting and boiling points. يبقى هنا اولاد every pure substance او على طول pure substances، طبعا ممكن تكون pure element or pure compound such as pure element or compound melts and boil. Melts and boils at fixed او sharp temperatures اللي هي sharp melting point and sharp boiling point. example ال pure water مثلا يا ولاد بيملت عند كام كايس؟ زيرو. يبقى هنا example pure water اللي هو in the form of ice melts at 0 degrees Celsius. والwater الليكويد والليكويد water boils at كام؟ 100 degrees Celsius. Boils at 100 degrees Celsius. يبقى لو عندنا يا ولاد pure substance زي pure element أو compound هنلاقي عنده sharp melting and sharp boiling point. Fixed melting and fixed boiling point. فمثلا pure water لو انت معاك تلج وهتسيحه هتسيحه عند zero، ولو عندك liquid وهتعمل له boiling هتعمل له boiling عند 100. طب وجود impurities هيعمل ايه في melting and boiling point؟ هيبتدي lower the melting point ويraise the boiling point. يبقى هنا the presence of impurities في substance ذاتي
will lowers the melting point and raises the boiling point. For example, لو انت عندك water وحطيت فيها في ال 1 cubic decimeter وال 1 cubic decimeter ده يا اولاد اللي هو ال 1 liter لتر. لو حضرتك حطيت في 1 liter جرام واحد صوديوم كلورايد جرام واحد بس كده الميلتنج بوينت بتاعت الصوديوم كلورايد وهو جوه انا اسف بتاع الميه اللي فيها امبيورتي صوديوم كلورايد هتبقى كام؟ نيجاتيف 0.6 بدل ما هي 0 وهتبقى البويلنج بوينت بوزيتيف 100.2 بدل ما هي 100 يعني لو هي بيور ووتر هتبقى 0 و100 لا دلوقتي الميلتنج بوينت بتاعت الايس اللي هو جاي من ليكويد ووتر جواه جرام صوديوم كلورايد هيبقى الميلتنج بوينت بتاعته نيجاتيف 0.2 بدل 0 والبويلنج بوينت بتاعته هتبقى 100.6 بدل 100 اوكي يا اولاد او العكس نيجاتيف 0.6 بدل 0 و100.2 بدل 100 يبقى هنا 1 لتر of water containing 1 gram sodium chloride will freezes لو هي ليكويد يعني وجيت تجمدها will freezes at negative 0.6 degrees Celsius and boils at 100 degrees Celsius يبقى هنا يا اولاد هتبقى 100.2 degree Celsius. اوكي يا اولاد ده كده لو بنتكلم على ال 1 جرام اوف صوديوم كلورايد عمل ايه في الميه؟ جرام واحد في لتر ميه عمل ايه؟ نزل درجه الحراره بتاعت الفريزنج اللي هي زيها الميلتنج وزود البولنج. طيب ال ميلتنج بوينت بتاعت اي سبستنس يا اولاد تقدر تدل اذا كانت الماده بيور ولا لا؟ يبقى هنا melting point can be useful for determining if a substance is pure or not. يبقى whether a substance is pure or not. ازاي بقى؟ example الاسبرين ده تابلت اسبرين ماده الاسبرين نفسها اللي هي pain relief او اللي هي pain killer الميلتنج بوينت بتاعت البيور اسبرين 138 ديجري طب لو انا جبت سامبل ثانيه another tablet في امبيور اسبرين اعرف منين ان هو بيور ولا امبيور يعني لو انا جبت سامبل تانية وعاوز اتاكد من البيوريتي اقيس الميلتنج بوينت طب الميلتنج بوينت استاه لقيتها 128 ل 134 يعني رينج اوف تمبرتشرز السبستنس بتملت فيها بلو الميلتنج بوينت يبقى كده امبيور يبقى هنا يا اولاد اف سامبل او الاول نكتب لك الاول الميلتنج بوينت اوف بيور اسبرين اوف بيور اسبرين از 138 degrees Celsius. If a sample of aspirin melts at a range of 128 to 134 degrees Celsius. ده معناه ايه يا اولاد؟ ان substance is pure, is impure. يبقى هنا the sample is impure. Why? Since it melts over a range of temperatures, below the melting point of pure aspirin. Range of temperatures below the melting point of pure aspirin.
يبقى انا لو عندي سامبل لقيت الميلتنج بوينت بتاعتها رينج اوف تمبرتشرز بيلون ميلتنج بوينت يبقى السامبل دي امبيور. اما لو لقيت انها بتملت ات اكزاكتلي 138 يبقى دي بيور. يبقى اللي فوق دي يا اولاد بيور واللي تحت دي امبيور. وهو ده درس البيوريتي. وكده يبقى خلصنا الجزء اللي انا كنت عاوز اشرحه النهارده.